وللحديث أكثر عن الخطوة الجزائرية أهميتها ودورها في إنقاذ لبنان وإعادة التيار الكهربائي في هذا البلد، معنا عبر تقنية سكايب من العاصمة اللبنانية بيروت مستشار وزير الطاقة والمياه طوني ماروني. أهلا بك سيد طوني، وشكرا لتواجدك معنا في هذه الساعة الإخبارية. مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. أهلا بك. إذن بداية، إلى أي مدى هذه الخطوة الجزائرية وهذه الكمية 30 ألف طن من مادة الفيول مهمة في هذه المرحلة بالتحديد بالنسبة للبنان، وهل هي كافية؟ طبعا هي مش كافية، بس هي بهذا الوقت الحرج هي مفيدة جدا، لأنه بتقدر تأمن ساعات تغذية لحين وصول شحنة النفط العراقي، وهيدي بتقدر تأمن لنا بحدود 200 ميجاوات إضافية على الشبكة فوق اللي نحن عنا إياهم هلأ، وممكن نقدر نطلع بالإنتاج. بس المشكلة هي أنه بوصول هيدي الشحنة مش لح دغري نحن نقدر نستعملها، يعني هي هيدي غير مطابقة للمواصفات اللي بتشغل المعامل تبعيتنا، فبده يصير في استبدال لها. بس هيدي مانا مشكلة قشة بتسند خابية مثل ما بيقول المثل اللبناني، وهيدي هلا هيدي المبادرة كثير مرحب فيها من قبل اللبنانيين ومن ويشكروا الأشقاء الجزائريين على هيدي المبادرة اللي قاموا فيها، وهذا شيء منه غريب عنهم اللي قدموا. طيب، كم من المدة ربما تستغرق يعني لتكييف هذه الشحنة مع المتطلبات اللبنانية اليوم؟ مفروض تتكيف، يعني تتكيف هذه الشحنة مع الفيول الجريد بي لتشغيل المعامل، يعني مفروض تنعمل بوقت قياسي، سواء بفحص الشحنة بإجراء المبادلة والتشغيل، لأنه نحن هلأ بأمس الحاجة لأي كيلو وات بينحط على الشبكة. طيب دكتور مارون، يعني حسب تصريحات الجانب الجزائري فإن هذه الشحنة تعتبر كمرحلة أولى، هل هناك اتفاقيات أخرى ومعلومات أكثر بخصوص شحنات إضافية أخرى، ومتى ستكون وكميتها؟ هذا الموضوع يعني مشكور قدمه السيد الرئيس عبد المجيد تبون، وهذا الشيء يعني هو بيعلن عنه في حال حب يكثر الكميات وحب يزيد الكميات. بالنهاية أنت بتعرف نحن بوضع منا كثير مرتاحين فيه أمنياً، بوضع نحن المقاومة بالجنوب عم تسطر ملاحم بطولية بالتصدي للعدو، ف يعني نحن بحالة حرب، وخصوصا في نوع من الحظر على لبنان، يعني ما قدرنا نجيب غاز من مصر وما قدرنا نجيب كهرباء من الأردن، فأجت هلأ هيدي مثل شتوي بعزدين الصيف. طيب، يعني الجانب الجزائري لم يفصح عن ربما كميات إضافية لحد الآن حسب ما أفهم من كلامك. لحد هلأ رسميا لم يفصح عنه، بس بالنهاية ضمن الأقنية الرسمية السيد الرئيس أكيد راح يتواصل مع دولة رئيس مجلس الوزراء بلبنان ووزارة الطاقة، بيتواصلوا مع بعضهم ويعلن عنها مثل ما أعلن عن هذه الشحنة. طيب، الخطوة الجزائرية أثارت ردود فعل إيجابية وتفاعل واسع في الداخل اللبناني، كما أنها لم تخلو من ردود الفعل السلبية بسبب الانقسامات السياسية الحاصلة اليوم في لبنان، حتى كان هناك يعني أطراف ووسائل إعلام تابعة لدول معينة حاولت مرارا وتكرارا تحريف تصريحات وزير الطاقة اللبناني السيد وليد فياض وإخراجها عن سياقها، خاصة فيما يتعلق ربما بمطابقة الفيول الجزائري مع متطلبات وتكييفها مع متطلبات الفيول اللبناني، وكذلك يعني هذه الأطراف حاولت ربما البحث كذلك عن أرقام هذه الصفقة رغم أنها تعد هبة من الجانب الجزائري. كيف تم التفاعل من قبلكم مع ردود الفعل هذه، وهل من إجابات على كل هذا؟
أول شيء هذه الشحنة لقيت صدى إيجابي مش بس عند اللبنانيين، لقيت صدى إيجابي عند كل الأشقاء العرب، وهيدي أكدت من جديد التضامن العربي، وأكدت من جديد اللحمة العربية ووقوف الشعوب العربية إلى جانب بعضها وقتها بيكون في عندها أزمات، وقتها بيكون في عندها محن ما يرق فيها. هذه من ناحية. هلا من ناحية تانية، الأقلام السوداء، الإعلام السوداوي، الإعلام المتشائم، سواء كان عن قصد أو عن غير قصد، بس باللي أنت عم تقوله بستنتج إنه ما كان في شيء عن غير قصد، كان مقصود لتشويه الصورة، لتشويه التضامن العربي، لإغراء لبنان بعتمة زايدة، خصوصا نحن اللي كنا عم نمرق فيه ما كان بالأمر الهين، وما مش إنه لا نتيجة إهمال ولا نتيجة تقصير، عدة عوامل هي أدت نوصل لهون، وصار في بعض التأخير، وفي ناس اشتغلوا على هذا الصعيد إنه نوصل لوضع الكارثي اللي مرقنا فيه بنهاية الأسبوع الماضي. تقول يعني أنه هذه الأقلام السوداء كما وصفتها ربما يعني تصرفها لم يكن بريء وكان هدف من وراء ذلك، فيما يتمثل هذا الهدف سيد مارون؟ بداية بدك تحكي بتشويه صورة اللحمة العربية أولا، ثانيا بإغراء لبنان بعتمة إضافية، وكأنه المطلوب نضل نحن على طول عايشين على العتم، أو على طول نحن بوضع غير مستقر كهربائيا، خلينا نقول بكفينا يعني في بعض أمنيا بالجنوب في عنا وضع غير مستقر، كمان كهربائيا عم ينقصد من وراء، وخصوصا نحن بفترة الصيف وقتها بيتزايد الطلب على الكهرباء، وقتها كمان بيكون في عندك شوب زايد، وقتها بيكون في عندك العالم عايزة التكييف، عايزة الكهرباء منشان محطات ضخ المياه تقدر تأمن الأساسيات بالبلد، المطار، القصر الحكومي، القصر العدل، يعني وكأنه الطلب هو انه اغراء لبنان بالعتم، يعني الشيء اللي عجز عنه العدو الصهيوني بكل الغطرسة تبعيته، وكأنه المطلوب أنه ينعمل بأيدي مدنية وبأقلام سوداء. وما المستفيد من كل هذا سيد طوني؟ يعني العدو واضح، عدو الأمة واضح، عدو اللبنانيين واضح، مغتصب أرض فلسطين معروف من هو، ومن يستمر بالغطرسة تبعيته معروف من هو، ما في غيره. يعني هلأ في الأزرع تبعيته، في الأدوات تبعيته، بس هيدول يعني صاروا معروفين كلهم، معروف هيدا المحور، محور الشر إذا بدك. طيب أنا أشكرك من العاصمة اللبنانية بيروت مستشار وزير الطاقة والمياه طوني ماروني، شكرا لتواجدك معنا ضمن هذه الساعة الإخبارية. شكرا لك، وشكرا للشعب الجزائري الشقيق، وهذا الشيء منه غريب عنكم، البلد اللي قدم مليون شهيد مش قليل عليه، يوقف حد بلد تاني عربي بمحنة هلأ، وكلنا إذا الله راد نكون إيدينا بإيدين بعض تنقدر ننتصر. نعم، شكرا لك سيد طوني.